مساء الخير على حضراتكم اهلا بكم جديد حلقه جديده في موعد مع رئيس رئيس مصر 2014 النهارده يعني الاخبار اللي جت بخصوص رئيس القادم واللجنه العليا للانتخابات كان على لسان المستشار طارق شبل العضو في اللجنه العليا للانتخابات اللي اتكلم على ان في الغد هيكون البت في الطعون اللي تقدم بيها المرشح رقم اثنين اللي هو حمدين صباحي وكمان من شوية طلع على أحد المحطات واتكلم وقال أنه يعني البت في الطعون هيكون في الغد وأنه يعني تقدم أو ترحيل يوم زيادة في عملية الاستفتاء مش هيأخر الوقت المناسب في إعلان نتيجة عن يوم 4 يونيو يعني يوم الأربعة ده كان كلام حالا، لكن قبل كده كان في كلام انه مرجح انه مش هيكون الاعلان نتيجه رسميه عن يوم الثلاثه او الاربع يعني يوم ثلاثه او اربعه. طيب احنا عارفين ان في حساسيه، هل معنى ذلك انه الرئيس هيحلف القسم يوم 5 يونيو اللي هو يوم الخميس القادم وان في حساسيه لانه ذكرى اليوم ده ذكرى غير حميده على مصر والعالم العربي ذكرى النكسه. الامور بصراحه شديده بتطرح علامات استفهام. ليه لم يكن هناك توضيح في انه عمليه ترحيل هذا اليوم في الاستفتاء انه زياده يوم في الاستفتاء مش هيأخر حسب القانون اللي أعلنه والقانون اللي أعلنته اللجنه العليا للانتخابات في الأول انه هيكون بحلول 5 يونيو يكون بالفعل رئيس تسلم مهامه. طبعا مش معقول هيكون 5 يونيو يعني احنا بنتكلم في يوم 8 اللي هو يوم الأحد هيكون في حلف اليمين ودي مجرد توقعات حسب يعني الرؤى المطروحة على الواقع على الأرض إذا كان البت هيكون يوم الأربع يعني النتيجة حسب المستشار طارق شبل فبالتالي ممكن يكون تسلم رئيس مهامه على يوم الأحد يعني الأسبوع القادم النهاردة في موعد مع رئيس بنستكمل معاكم قراءة في المشهد السياسي في عمليات الفرز دلالة عمليات الإقبال على تصويت كمان هنتكلم على ردود الأفعال وتحديدا في جزئية خاصة البعض طبعا بيفكر أو بيتذكر مهام رئيس في 2012 و2014 بالطبع آه لازم آه احنا كمصريين آه خاصه خلال هذا البرنامج نقعد مع الرئيس اتكلمنا عن كل المشاكل اللي بتواجه الرئيس القادم وكل المشاكل اللي بيعاني منها الوطن وكل المشاكل اللي آه محتاجه حلول عاجله اتكلمنا على الاقتصاد على السياحه على المياه على الري على الزراعه على الاسكان ما سبناش ولا قضيه واتكلمنا فيها وطرحناها من خلال المتخصصين الا قالوا في حلول كتيره جدا ومصر لديها فرص واعده اذا بالفعل كان هناك اراده سياسيه وخطط واضحه في الهيكل الاداري بمعنى انه السياسه تتحقق على الارض لمساعده الفقراء لكن وحابب اشير لحضراتكم ازاي الصحف العالميه تناولت هذا الامر صحف زي لا الفرنسيه ليموند صحيفه زي الايكونومست البريطانيه وبيزنس تايمز وصحف زي وول ستريت جورنال والتايم الامريكيه حتى وكالات الانباء زي رويترز والاسوشيتد بريس الامريكيه الصحف دي اجمعت على ان في مجملها ان السيسي بالفعل اذا كان نجح في الانتخابات الرئاسيه ف التحدي الاكبر اللي بيواجهه هو الاقتصاد الاقتصاد بحسب قالته الصحف انه خمس سكان مصر تحت خط الفقر عندك نسبه بطاله كبيره جدا جزء من منهم من الشباب حوالي 60% من 14% نسبه البطاله عندك غياب في الامن و شددت على الانقسامات والاضطرابات خاصه يعني عمليات اللي بيعملها الاخوان في الشوارع كلمة كثير قوي عن السياحه وانه بيمثل 3% من الدخل القومي لمصر وانه القطاع ده الكبير ده في عدد كبير ما بيشتغلش بحوالي 3 مليون مواطن مصري بقى لهم ثلاث سنين خاوي شغل من غير شغل في هذا القطاع اللي اصبح ميت. اتكلموا عن عجز الموازنه بحسب الارقام اللي قالتها او اللي قالها مجلس الوزراء، عجز في الميزانيه بلغ 288 مليار، يعني حاولوا يوضحوا التحديات الكبيره زي ما احنا شفناها، وهو التحدي اللي بعض الصحف وصفته الاجنبيه بالتحدي العملاق اللي هيواجه السيسي. من ناحيتنا بتقول اذا كان البلد او السيسي هيستلم بلد اقتصادها متهالك هيستلم وطن بيعاني من أمن في الشارع وغياب طمأنينة اللي اعتاد عليها هيعاني من وطن متعطش للعدالة الانتقالية أو توزيع ثروات أو, أو, أو مشاكل زي البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة الناس لكن في المجمل الكل بيجمع على أن أسيس يراهن على قدرة هذا الشعب وأيضا الشعب يراهن على قدرة السيسي في قيادته انتظرونا بعد الفاصل نناقش ونطرح مع ضيوفي من خلال موعد مع رئيس 2014 كونوا معي بحضراتكم من جديد بعد الفاصل آه بالطبع في شغل شاغل بيشغل كل المصريين متى سيحلف آه رئيس القسم وبالفعل يستلم آه مهامه آه احنا بنحاول من ناحيتنا آه نجري اتصال آه مع المستشار طارق شبل عضو اللجنه العليا انه آه صرح من شويه في احد القنوات واتكلم على انه آه يعني مد يوم مش هيعيق او يغير في الجدول اللي هو كان اعلنوه انه في الماضي كان مفترض 5 يونيو يكون رئيس مستلم مهامه لكن 5 يونيو دي عنده حساسيه زي ما قلت لحضراتكم في ذكرى غير محموده الذكر بالنسبه للعرب ومصر جميعا اللي هي ذكرى النكسه لكن يحق اللجنه او لا يحق المد بشكل او باخر اللي بتراه الشارع ان الامور واضحه اتنين متنافسين،, متنافسين مرشحين والنسبه ما كانتش يعني لهذا الحد عشان تاخر الامر النسبه كانت شاسعه في الفوز بالنسبه او حسب المؤشرات اللي هي غير رسميه للمشير السيسي. برحب بضيوفي في الاستوديو من على يساري الدكتور عمار الحسن الكاتب والباحث والروائي في علم الاجتماع السياسي اهلا بحضرتك يا دكتور يا فندم. ايضا استاذ جمال غطاس الكاتب الصحفي ومدير تحرير بوابه الوطن انا بحضرتك استاذ جمال اهلا اسمحوا لي ان ابدا قبل ما نشوف تقرير كده عن الطاعون بهذا الموضوع احنا يعني حسب توقعات مع اول يوم طالما تفادينا يوم 5 يونيو فبالتالي هنروح لانه بعد كده 5 يونيو يوم خميس فهنروح بقى طبعا جمعه وسبت اجازه فاليوم 8 اللي هو يوم الاحد فبالتالي هو يكون ده اليوم المرجح. تعليقك على المشهد ده دكتور عمار. مشهد اللجنه العليا والوضوح في الامر ده. هي اللجنه العليا ابتداء قراراتها محصنه بالدستور. ونهائيه وباته ونافذه. ولا رجعت عنها وهي التي تحدد كل الأشياء لدرجة أنها حين أمدت للمصريين العاملين في الخارج يوما إضافيا لا وجه للاعتراض القانوني وحين طلبت فتح مكاتب الشهر العقاري يوما من أجل تمكين الأستاذ حمدين صباحي من استكمال توكيلاته هو قدم قبل هذا اليوم أو في هذا اليوم وكان يوم جمعة <applause> لم يعقب احد لان هذا وضع قانوني سليم وحين مدت التصويت يوما اخر هذا من الناحيه القانونيه ايضا سليم ولا لاني هذه القرارات محصنه من قبل الدستور <تصفيق> <تصفيق> الان في ايضا في موضوع النتيجه هي يمكن ان تزحزح الموضوع <تصفيق> <تصفيق> يعني اذا كان البعض قال ان حلف اليمين للرئيس الجديد يوم 5 يونيو فأل شؤم ف وهذه المسأله طرحت منذ مده فأنا اتصور ان مد التصويت يوم اعطى اللجنه فرصه لكسر هذا التاريخ بيوم 6/6 ستة ستة او 7/6 او 8/6 وبعض الصحف نسبت الى مصادر قالت انها موثوق بها ان الرئيس الجديد سيحلف اليمين امام المحكمه الدستوريه م. يوم 8 6 او م. 7 6 على ابعد الحدود وانا شايف يعني دي مساله شكليه يعني في 5 6 لان في وجهه نظر اخرى م. حتى من داخل حمله السيسي نفسه انه عشان سمعتوه على احدى الفضائيات نمشي ذكرى 5 دي أيوة. فان نخلي القسم يوم 5 مثلا اه وان آه. الرئيس السادات افتتح قناه السويس يوم 5 يونيو صحيح يوم 5 يونيو يوم ال... يوم يعني... اه عشان يرد على النكسه بانتصار ف آه 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 يعني البعض داخل حتى حمله المرشح عبد الفتاح السيسي نفسه او الذي ال... ال... آه في طريقه الى الفوز او اعلان فوزه رسميا الان قالوا لا باس من 5 يونيو فلماذا احنا يعني نتحدث عن هذا ولماذا تتحول المساله الى عقده ما دمنا قد عبرناها بانتصار صحيح. السادس من اكتوبر يعني الأمة المصرية عبر سبعة آلاف سنة ومنذ أن غزاها الساميون قبل خمسة آلاف عام دخلت في حروب عديدة انتصرت وانكسرت لكنها استمرت فالأيام لا تتوقف الفرق في المؤشرات اللي هي غير رسمية مش يساعد اللجنة مثلا ده رأي الشارع مثلا أنها تحسم الأمر بشكل سريع لا اللجنة لأنه في في, هقول لك سؤال في المرات السابقة اه كان الإعلام يعلن وكانت هناك تقديرات للحملات وكان بعض القضاه في اللجان الفرعيه بيحصي لكن اللجنه يجب ان تراجع بنفسها تقارير اللجان الفرعيه في المحافظات وتتاكد من الارقام فضلا عن من الناحيه القانونيه يومين تتلقى فيهما الطعون ويومين أخرين للبت في, في, في الطعون لاحظ م. أن القواعد وضعت قبل تحديد المرشحين وتحديد النتيجة بهذه الطريقة يعني كان من الممكن تجد 15 مرشح مثلاً. وكان ممكن تجد خروقات هائلة في, في الانتخابات وممكن تجد طعون موجودة ممكن تجد مثلا لجان وصل إليها الإرهابيون وفجروها وهكذا فاللجنة القواعد القانونية تكون مجردة لا تفصل على حالات إذا فصلت القواعد القانونية على حالات أصبحت باطلة أو معيبة ومن ثم اللجنة وضعت كل هذه الأمور وهي تتحسب الاحتياطات على الحد الأقصى دون أن فوجئت بأن في اثنين مرشحين فقط فوجئت بأن أحدهما اكتسح الآخر فوجئت بأن المرشح الذي حصل على النسبة الأقل خرج واعترف بالهزيمة فوجئت بأن هناك دقة، فوجئت بسلاسة العملية الانتخابية، ووجود رقابة دولية تقول أنها مرت بسلام. صحيح. كل هذه أمور نقولها نحن الآن، لكن المدة أو الجدول وضع في مرحلة سابقة كقواعد قانونية مجردة بغض النظر عن الحالات التي نراها. ومن ثم لكنها يعني. للاستعجال؟ أوه. يعني خلاص يعني تضع اللجنة وتعلن يوم شاءت واحلف الرئيس اليمين فيما بعد طيب. يعني 5 يونيو 6 يونيو انا من ناحيتي انا دي مساله شكليه طيب استاذ إيه جمال قبل ما نشوف تقرير بس عن الطاعون رايك في النقطه دي ومساله هو التعامل هو مع الراي العام فيها يعني وخاصه ان انت عندك نسب لل عايزين نتعرض عليها خلال الحلقه نسب لل... للمصوتين هو في جانب لازم ناخد بالنا منه برضو أوه. انه اللجنه وان كانت زي ما الدكتور عمار قال انها قراراتها محصنه لكنها في النهايه بتعمل بحزمه من التشريعات هي اللي بتضبط اداء عملها يعني في جزء كبير جدا من عمل اللجنه محكوم بما ورد في قانون الانتخابات الرئاسيه وجزء اخر محكوم بما ورد في قانون مباشره الحقوق السياسيه القانون بتاع الانتخابات الرئاسيه بيحدد شروط الترشيح وبيحدد لللجنه ايه هي القواعد اللي بتفصل على اساسها في اذا كان المرشح من حقه ان هو يترشح اصلا او لا الى اخره من اجراءات قانون مباشرة الحقوق السياسية هو بيتعامل على نحو تفصيلي مع الاجراءات الانتخابية عبر مراحلها اللي او خطواتها اللي قد تصل الى عشرين مرحلة ابتداء من اعداد جداول الناخبين الى الفصل في الطعون واعلان النتيجة وابلاغ المرشح رسميا بانه فاز فعمل اللجنة بغض النظر عن انه النتيجة يبدو انها حسمت ام لا لابد أن يتفق وصحيح القانون اللي هو وارد في مباشرة الحقوق السياسية وفي م. قانون انتخابات, الرئاس انتخابات م. الرئاسة في الحالتين دول هي لازم تتقيد بما هو وارد وما هو وارد يعني يجعل اللجنة اه يعني مش مضطرة وإنما لابد أن تنصاع إلى هذه النصوص وتمشي فيها للآخر م. هذه النصوص آه يعني يعني بتخلي انه من الوضع الطبيعي جدا انها لازم زي ما الدكتور عمار قال تراجع كل البيانات اللي جايلها من اللجان الفرعيه واللجان العامه واحنا شفنا لما كانت بتعلن النتيجه بتاعه انتخابات رئاسه 2012 اتقال انه في بعض اللجان كانت حاسبه بعض الاصوات ألا. غلط وانه حصل مراجعه وانه لما حتى آه على الرغم من ان مرسي كان فايز ولما هو قدم طعون في بعض اللجان وشفيق كان مقدم طعون تانية فلما اتفصل في هذه الطعون في بعض هذه الطعون رفعت من الاعداد المصوتين اللي اصواتهم راحت لمرسي رغم ان هو كان فايز برضو لكن اللجنة يعني اعملت مقتضى القانون ورجعت هذه البيانات وفصلت فيها ودققتها اللي ربما يكون البعض منها جه خطأ نتيجة السرعة او الضغط او او الخطا البشري الوارد في اي صحيح. حاجه صحيح. فكل هذه الامور لابد ان اللجنه تراجعها ولا يغير من هذا الامر انه في واحد واخد اكتر من 90% وواحد واخد اقل من أربعة وفي ستة او سبعة لفرق بطلين ففي في النهايه لابد ان يتم ما ينبغي ان ان يتم يعني في في خطوات بينص عليها القانون للتحقق والتدقيق و ولو كان في صوت واحد في لجنه واحده آه المفروض ان هو كان للمرشح ده وخدوا المرشح الثاني او كان باطل وحسب على انه صالح انه مش انه سليم او صحيح لابد ان هذا الاجراء يتم وان كان في مرشح واخد اكتر من 90% فهذه اجراءات لابد ان تستوفى م. لانه ما ينفعش ابدا انه يبقى في مجال للطعن على آه هذه النتيجه باي شكل لانه اللجنه هي اللي بتتلقى الطعون وهي اللي بتفصل صحيح. فلازم تاخد وقتها وتخلص مراجعة كل الورق اللي جاي على الرغم من انه ظاهر الاشياء يقول ان قرارها في النهايه مش هيغير لكن بالنسبه ليوم يعني يوم حلف اليمين 5 يونيو أو, او يعني يعني الدكتور عمار قال يعني امور شكليه أنه أنه بس المسبرة. انا اعتقد انه اعمال اللجنه بتنتهي باعلان النتيجه وابلاغ المرشح رسميا م. بانه فاز م. موعد حلف اليمين ربما يكون في اجراءات تانية قد يعني تحكمها بعض الامور اللي ملهاش علاقه بسلطات اللجنه لما طيب هي عملها بينتهي بانها بتخطر الفائز آه. رسميا وخلاص طيب نشوف تقرير بس عن الطعون ونرجع نكمل كلامنا ونرجع آه يعني نفند لانه في كتير قوي من الصحف اتكلمت على موضوع نسبه الاقبال واستاذ جمال انت كان في احصاء عامله على نسبه الاقبال والناس والعدد 25 مليون وكسور ولا 26 ولا النسبه 47% نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا أيام قليلة باتت تفصلنا عن نهاية أهم وأكبر استحقاق في خارطة الطريق الانتخابات الرئاسية بالإعلان عن اسم الفائز بين كلا المرشحين بعد يوم غد على الأرجح وإن كانت النتيجة معلومة مسبقا من نتائج المؤشرات الأولية بفوز المشير عبد الفتاح السيسي إلا أنه لم يفصح عنها رسميا، وقبل الإعلان عن النتيجة النهائية تكون أمام اللجنة مهمة أخرى البت في الطعون التي قدمتها حملة المرشح حمدين صباحي على تمديد فترة التصويت ليوم ثالث، وعلى ممارسات أخرى بينها طرد مندوبيها من بعض اللجان، وعدم توفر الحبر السري في لجان أخرى. وبينما يتم البت في الطعون، تنتظر نتائج اللجان العامة والفرعية التي تسلمتها اللجنة العليا للانتخابات أمس من كل المحافظات مراجعة وفحصا دقيقا للتأكد من صحتها وسلامتها، تمهيدا للإعلان عن اسم ساكن القصر الجديد رئيس الجمهورية. انتخابات رئاسية رغم أنها مرت في جو نموذجي وإيجابي طبقا لتقارير البعثات المراقبة للانتخابات كبعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة جامعة الدول العربية. الا ان المشاركه في عمليه التصويت طوال ثلاثه ايام ظلت محور اختلاف بين البعض ففي حين يرى البعض ان المشاركه كانت جيده يرى البعض الاخر ضالتها لتاتي الجمعيه المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه والتي تعد عضوا بالائتلاف المستقل لمراقبه الانتخابات لتوضح تلك الاشكاليه مقاطعه فريق كبير من الشباب للعمليه الانتخابيه وفريق اخر مقاطع للعمليه السياسيه بالكامل وكلا الفريقين له قدر كبير من التحفظ على هذه العمليه، وكذلك على ما آلت اليه نتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو 2014. البعض من المواطنين قد اصابه التعب، وقرر عدم المشاركه في العمليه السياسيه حيث لا يرى جدوى من هذه المشاركه ولا شعوره بالكلفه العاليه للمشاركه وخاصه بعد 3 يوليو 2014. انتخابات رئاسية تأتي برئيس سابع للجمهورية، رئيس يعول عليه الشعب الكثير من الآمال من استقرار وحرية إلى عيش كريم ومستقبل ديمقراطي جديد. آية عبد العزيز النهار اليوم. طيب آه، عايز أنتقل آه، لمحور ثاني مهم جدا. محور عملية نسب الإقبال ونحللها وايضا أه 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 الاصوات الباطله في احصائيه عملها استاذ أه جمال الاحصائيه دي أه عبر بوابه الوطن واتكلم فيها بالارقام وان ازاي بدل مشهد أه مفيش تصويت او مفيش رغبه او مفيش أه نسبه اقبال عاليه هتعرفنا عليها وعايز كمان تعليق من دكتور أه عمار من زاويه علم الاجتماع السياسي اسمح لي دكتور عمار نتعرف عليها من استاذ جمال اتفضل هو الدراسه اللي اتعملت في بوابه الوطن كانت اتعملت قبل التصويت بحوالي 10 ايام واحنا يعني حاولنا نحط فيها قبل التصويت ب 10 ايام وبعد التصويت وبعد تصويت قارنا بقى بين اللي حصل وبين اللي الموجود احنا حاولنا نحط فيها تصور للسلوك الانتخابي اللي يتوقع انه يكون موجود في الانتخابات الرئاسيه والتصور ده ما كانش مبني على استساعات راي او الشكل اللي هو معتاد لكن احنا خدنا فيه عمليات تحليل احصائي بالراجع من اول استفتاء مارس 2011 وبعدين الانتخابات البرلمانيه اللي جت بعديه وبعدين انتخابات الرئاسه في 2012 وبعدين استفتاء الدستور 2012 وبعدين استفتاء 2014 وحاولنا من خلال الارقام الكتيره دي اللي هي كانت متوفره على موقع اللجنه العليا للانتخابات ان احنا نشوف ايه هو السلوك الانتخابي المتوقع مم. انه يحصل في انتخابات الرئاسه ليه عملنا كده او ليه بنعيد ده دلوقتي تاني لانه فعلا في يعني جدل أثير حوالين انه اللجان كانت فاضيه في اليوم الاول والثاني وفي الاخر طلعت النسبه, النسبة بالارقام دي هل ده حصل فيه قفزه غير منطقيه مم. ولا تراجع يعني مفاجئ ولا كان في المستوى المتوقع او اللي انت لما تسمعه تحس انه هو ما فيهوش مفاجاه ولا حاجه هو ده اللي كان متوقع يحصل يعني لان نشرناه في الوطن قبل 10 ايام من الـ الـ فتح باب التص... الـ التصويت كان احنا تابعنا مثلا في 2000 استفتاء 2011 كانت نسبه التصويت اربعة في المائة في الانتخابات التشريعيه طلعت بقت 54 في استفتاء دستور 2012 آه نزلت بقت 32 م. في الاستفتاء بتاع 2014 طلعت بقت 39 احنا مش عايزين نربك الناس بارقام م. كتير قوي العدد كان كام هنا وكان هنا لكن لا الناس بس نحط بين قوسين ان التصويت آه ويمكن دكتور عمار يتفق معايا تصويت على استفتاء الدستور غير تصويت على آه آه رئاسه او مجلس نيابيه صحيح صحيح. بتبقى النسبه ده صحيح بس انت بتدرس انت بتدرس ظاهره التعامل مع استحقاق انتخابي الفتره اللي فاتت شملت كل ده مع بعض وبالتالي كانت بتدي لك مؤشر جيد للي هيحصل المعادلات الاحصائيه اللي احنا عملناها على كل الخمس حاجات دول بالنسب اللي انا قلتها دي طلعنا منها بثلاث سيناريوهات سيناريو التصويت المنخفض يعني الاقبال المنخفض على انتخابات الرئاسه وسيناريو إقبال متوسط وسيناريو إقبال آه مرتفع. ده يعني استخدمناه قسمتوها جغرافيا ولا؟ لا على هي متقسمة على المحافظات كلها، بس أوه. أنا هكلمك على الإجمالي. طيب. إذا كان في وقت ممكن نستعرض أه إجمال. لا هو في وقت نستعرض طيب. ده بس في فأنت... لزمن نطلع فاصل دلوقتي. فأستاذ أستاذ طيب. جمال دكتور عمار نطلع فاصل وينضم لينا بعد الفاصل السيد حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل في الجزء الماضي يعني اشتغلنا كده بشكل سريع ما كملناش بقيه المعلومات حول الـ الـ النسب الـ اللي بوابه الوطن وكان بيعرضها استاذ جمال وبيتكلم عليها واهميه جزئيه بسيطه جدا ودكتور عمار اشار انه يعني الشكل الاجرائي للجنه العليا للانتخابات لانه يعني الى حد كبير يعتبر شكل هامشي لانه شبه معلوم النتائج وشبه معروفة فبالتالي مش هيفرق تحديدا أنا بتكلم على يوم خمسين يوم مش هتفرق عن غيره انضم لينا برحب بيه سيد حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أنا محطيتك يا فندم ونورتنا اه. واسمحوا لي بس له الكلمة لأنه لسه جاي فأكيد لسه جاي من الطريق والجو حار شوية فعايزين نتكلم على يعني احنا هيبردوا هيبردوا شويه النقطه <applause> <applause> الحشد يعني انت اتكلمنا عن النقطه دي في موضوع الحشد خاصه بالنسبه للاحزاب بلاش اقول الوفد؟ اه يعني في الانتخابات الرئاسيه كان في مشكله انا قلتها وبقولها الحمله بتاعه كلا المرشحين الحقيقه يعني في رايي ما كانوش على المستوى المطلوب حمله المشير السيسي برضو كان في انفصال تام الحقيقه بين الحمله وبين الاحزاب عشان برضو تبقى الدنيا موجوده وبالتالي انا حد مثال بالوفد احنا قررنا قبلها باسبوع ان احنا نشتغل لوحدنا يعني هي الاحزاب كانت ممثله على الارض يعني خلينا ن... اه, آه برضه نرجع للواقع آه. الانتخابات دي آه ما كانتش قصه احزاب بتدافع عن مرشح فهي هتنجح مرشح وتسقط مرشح يعني الواقع في الانتخابات اللي فاتت انا بسميها ما كانتش انتخابات تنافسيه شديده زي الانتخابات اللي قبل كده اللي احنا كان فينا ما كناش نعرف مين اللي هيدخل اعاده من اربع خمس شخصيات وبعد الاعاده ما كناش نعرف في 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 مين اللي هينجح في, في اسماء اعلنت وفي اسماء انسحبت يعني اه, آه لا آه انا بتكلم ايه هناك فرق بين كده وكده وبالتالي المواطن الحشد بتاع الحزب اللي احنا عملناه مؤتمرات ندوات ولكن في الاول والاخر انت وانت بتتكلم كانت عندك مشكلتين مشكله حمله مع المشير السيسي بعيده تماما انا بتكلم على التنظيم وده وده كان واقع وبالتالي الاحزاب اللي اشتغلت اشتغلت مع نفسها يعني بيطلعوا بيعملوا مؤتمرات ده اللي بيعملوه انما في الاول والاخر ما كانش في تنظيم كتنظيم ما كانش في حمله منظمه تقول هيحصل كذا ويحصل كذا ويترابط جميع الاحزاب م. مع بعض مع الحمله الرئيسيه، ده ما م. كانش موجود في هذه الحمله. الحاجه الثانيه اللي كانت فيها مشكله في الاول زي ما بقول لحضرتك ان الحمله بتاعه المشير السيسي الى حد ما كان في انطباع كبير قوي عند الناس من قبل الانتخابات ما تبدا ان في مرشح ناجح تماما ايا كان وفي مرشح في الحمله الثانيه كان برضه المؤشرات وهي ادتها ادت هذا الانطباع مم. انه ساقط ساقط وبالتالي دي كانت اشكاليه في في المشاركه انا بتكلم بغض النظر عن النسبه اللي تحققت كانت اشكاليه انك تقنع المواطن انا بتكلم في كلا المرشحين ما انا مرشحي نازل نازل نجح ناجح والشعب المصري الطبيعي مم. العادي ما بيظهرش غير في الازمات يعني صحيح. ما تلاقوش غير في الازمه تلاقيه في 30 ستة تقول الشعب ده مش هو بتاعنا يعني ايه ايه الاعداد دي الكرسي اتحط والراجل اللي عنده 90 سنه, سنة نازل كله. على الكرسي آه. انما الشعب المصري من طبيعته اما بيلاقي العمليه سهله او او صوته مش مؤثر قوي بالدرجه فانت كنت عمال تشرح ازاي العدد والاقبال وانا الحقيقه كنت في البرامج كلها طلعت وكان كل كلامي مش اللي مع المشير السيسي او مع الاستاذ حمدين كنت بقول للناس المقاطعين كنت بقول له انزل ابطل صوتك لو انت مش عاجبك ده ولا عاجبك ده بس الصندوق اللي عملناه من يوم 25 يناير الصندوق النظيف اللي اتعمل من يوم 25 يناير مش عاوزين نضيعه مش عاوزين نضيع ان حقي انزل ادي صوت مش عاجبني الاثنين ابطل صوتي واحنا شفنا برضو عدد الاصوات البطله الحقيقه يعني احتلت المرتبة الثانية يعني استاذ <applause> جمال على, على آه. النقطة دي بس أنا هاخد بس تعليق من دكتور آه عمار من زاوية بقى علم الاجتماع السياسي في الأرقام اللي أعلنت وأنت من من يوم 26 لأخره آخر يوم كذبت الإعلام مم. يعني أنت آخر يوم 26 كذبت الإعلام مع إنه آه. كان أول يوم طلعت وقلت الإعلام الإعلام كله الإعلام كله غلطان كلام كله كان كلام غير علمي آه. مراسل في الميدان يقف أمام لجنة طول النهار لا يغير لا أراها تتغير خلفه ومن خلال هذه اللجنة يقيم ما إذا كان الإقبال شديدا أم ضعيفا والكتلة التصويتية الأكبر في مصر في الريف والكاميرات التي تذهب إلى الريف قليلة ومن ثم جزء من الريف مغيب من المشهد لا نعرف ما يجري فيه في حقيقة الأمر علاوة على ذلك الناس نسيت اننا اصبح لدينا خبره انتخابيه لم تكن موجوده فيما قبل م. في استفتاء 19 مارس على تعديلات دستوريه 2011 صحيح فيما في سمي غزوه الصناديق م. كنا حديثي عهد بهذه المساله ومن ثم كان هناك ارتباك شديد سبب في زحام زحام الان اصبح القضاة لديهم خبره واصبح المواطن الذي يصوت لديه خبره وهذا سهل المساله بين الاثنين وجعل العلاقة في منتهى السلاسة بدليل ان دفاتر القضاه فيما سبق كنت تجد في الدفتر 25 اسم الان اصبح في كل في كل صفحه في كل صفحه عشرة اسماء فقط يعني بدا يفهم ويوزع ويقسم العمل داخل اللجنه ان كل مثلا عنده ثلاث موظفين كل واحد ياخد 200 اسم او 300 اسم حسب 300 رقم فأنت مثلاً أنا كان رقم 429، قال لي أنت عندي ده. مجرد ما تدخل م. وتسأل يقول لك عنده الأستاذة فلان أو الأستاذ فلان. هذه المسألة لم تكن متوفرة من قبل. هناك مرشحان فقط. ومن ثم الورقة التي أمامك سهلة لا وضح. تحتاج إلى إلى إلى, إلى, إلى تفكير م. وسريع. عكس مثلاً الانتخابات البرلمانية كان فيها زحام اللي كان فيها تنافس أو حتى الرئاسية السابقة. أنت في الرئاسية كنت في الأول كان في 13 اسم. م. في الانتخابات البرلمانية كانت صفحة أشبه بصفحة جريدة لازم تذكر يعني حتى لو أنت مقرر سلفا الشخص الذي ستصوت إليه أنا نفسي دخلت حتى أدور أخذت وقت فهنا هناك سلاسة في هذه المسألة غابت العراقيل عراقيل منها إعاقة الطابور التي كانت تصطنعها جماعة حتى في الوقت داخل اللجان إعاقة الطابور فكرة التصويت المبكر ثم إعاقة الطوابير لمنع الآخرين أو إيه 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 طردهم من الطوابير بعد ساعات طويلة يقفونها دون أن يصلوا إلى المكان أو اصطناع مشاكل مع القضاة لغلق باب اللجنة وعرقلة الطوابير كل هذه المسائل السلبية موجودة التي تعلمها الإخوان من الحزب الوطني المنحل يعني اختفت في هذه الانتخابات لم يعد هناك شجار او خلاف لا سيما ان حملتي مرشحين لم يصطنعا خارج اللجان مشاكل مثلما كان موجود سابقا. هناك تسهيلات لوجستيه قدمتها الحكومه. انت دلوقتي واحد ب 51 51 بتعرف رقم لجنتك ورقم او ب 140 دليل بتعرف رقم لجنتك بتروح عارف كل المعلومات المسبقه التي تسهل لك التصويت، هذا لم يكن متوفرا من قبل. علاوه علي الدافعيه يعني هذه الانتخابات فيها دافعيه لان بسطاء الناس وعموم الشعب يذهبوا الى الانتخابات ليس بوصفها تنافس علي مقعد الرئيس زي ما قال الاستاذ حسام لكن ربطها بفكره الدفاع عن الوطن او الدفاع عن الدولة او اثبات او الدفاع عن 30 يونيو. او اثبات الذات امام العالم او تاكيد الارادة الشعبية م. او اثبات ان 30 يونيو ثورة هذه هو الذي كان يدور في مخيلة الناس م. ومن ثم لم يكن ايهم معني بان يفكر كثيرا في اختياره او يتردد فكره التردد وان يقف امام الورقه يتامل ويراجع ضميره هذه م. مساله كانت محسومه كل واحد رايح طيب انا انا عايز تكلمني على الاصوات البطلة اللي هي تقريبا قبل ما الاصوات البطله اللي حوالي مليون آه انا انا اربعتين أنا سببين آه. بس قبل الاصوات البطلة على فكره الزحام ليس ظاهره ايجابيه احنا زدنا عدد اللجان كانت بدات ثمانيه غالبا في الاستفتاء على الدستور 19 مارس وصلنا 14 ألف نحو 14 ألف, لجنة صح. على مستوى الجمهورية دي سهلت في 2014 الأمور اللي, 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 اللي عامل المشكلة هي الفرق بين الرغبة والقدرة تصريح اللي قاله السيد عبد الفتاح السيسي ان لو نزل 40 مليون فالبعض تصرف على سمعني ده رقم خيالي مستحيل لان انت لو طلعت الوافدين اللي طلعوا بالفعل وهناك كتل حتى هذه اللحظه لم, لم تنجح الاحزاب السياسيه ولا حتى القوى الثوريه ولا حتى الزخم الاعلامي في ان يصل اليه ولا الاخوان إيه؟ ولا الاخوان؟ وزائد خروج الـ 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 الاخوان واتباعهم من المشهد فمن صعب جدا انك تصل الى هذا الرقم لكن ربما الذي احدث الارتباك م. هو ما دار في مخيله بعض الاعلاميين ما بي... ما بين الرقم المرجو الذي حدد سلفا وما بين قدر القدرات الطبيعيه م. على الارض او اليه العمل التي لا يمكن ان تصل الى هذا الرقم مهما كان فيما يتعلق انا ساعتها طلعت قلت في اول يوم ان في فرق الازدحام والتقاطر والإحجام وان التقاطر احيانا يؤدي الى نتائج افضل من الزحام ان لا ياخذ الوقت يفكر لا اللجنه, يفكر اللجنة, ولا اللجنة ولا إيه؟ لا تشغر ابدا من الناخبين اه. يعني يدخل مجموعه من الناخبين ثلاثه حسب اه. المتبع قبل ان ينتهوا من التصويت يكون في ثلاثه على الباب وهم خارجين يروحوا داخلين الثلاثه دول اه. وفي هذه اللحظه يكون في ثلاثه داخلين اللجنه اه. فالتقاطر احيانا ممكن بيعمل رقم حسابي او تراكم داخل الصندوق افضل من الزحام، الزحام احيانا بيحدث مشاكل، زائد ان المساله كانت متفاوته ما بين الصباح والمساء وبين منتصف النهار الذي كان حرا، لكن الذي خلق المشكله هو كما قلت لك الحديث عن العدد الضخم الذي يجب ان ينزل وتحديده برقم مستحيل وما بين الممكن والاصوات والاصوات أه؟ البطله أما الاصوات البطله فهذه جزء منها يرجع الى الغفله لأني أه. لان انا يعني ازعم انا ليس عندي حجه علميه في ذلك يمكن أه. الاستاذ جمال يقدر يعني اه انا هروح دلوقتي لكن انا ازعم من زاويه علم هذه حاسي. الانتخابات أه. صوت فيها اناس للمره الاولى في الريف والمدن وأنا تأكدت من يعني بس حالات فردية لا أستطيع أن أتحدث بيقين عنها، لكن إذا حسبت الأرقام مع إحجام الشباب وخروج لابد أن تكون هناك قوى اجتماعية جديدة دخلت على التصويت، فهذه قوى حديثة عهد بالانتخابات يمكن أن تعبر عن حبها لمرشح بكتابة شعار أو أو رسم صورة أو كل هذه أصوات باطلة، فجزء من البطلان على الغفلة، وجزء من البطلان سببه الاحتجاج البعض رافض للمسار البعض رافض للمرشحين البعض متضرر من فكره الإجبار على الغرامه ومن ثم تراكمت هذه البعض يعبر عن موقف سياسي انا في مثلا انتخابات 2012 كتبت شطبت على الدكتور مرسي والفريق فيه وكتبت اين حقوق الشهداء يا خونة اين حقوق الفقراء يا ظلمه الثوره مستمر ده تعبير وهناك تعبير رفض مثلا عبسي زي مثلا اللي انتخب رونالدو ولا اللي انتخب ميسي ولا اللي, اللي, اللي كتب او واحد كتب الاثنين وقال لك احنا محتاجين الاثنين يعني فدي كلها اشكال من التعبير طيب. خد بالك في, في خد بالك في قطاع وفي مسائل تعود الى اسباب نفسيه يعني انا ممكن ما فيش وقت نتكلم عنها لحظه ادلاء المواطن بصوته هذه اللحظه من الناحيه النفسيه هي لحظة تحقق وبالتالي هو يشعر أنه السيد في هذه اللحظة هو الذي ممكن أن ينجحك أو يسقطك صح بإرادتي أنا العبد الضعيف إنه بيشارك الإنسان بيشارك. القادم من الريف أو, أو من الشوارع الخلفية في هذه م. اللحظة يكون عنده شعور بالامتلاء م. إن هذا الهيلمان وهذا السلطان وهذه الدولة بيده وبالتالي قد يكون من منطق استعلائي على كل هؤلاء انا افضل منكما جميعا، ياخد واخد بال حضرتك؟ زي على طريقه ابو منص بتاع الاستاذ احمد رجب، فخلاص انا مش عاجبني ده فابطل الصوت. ففي اسباب عديده نفسيه واجتماعيه واحتجاجيه وبعضها يعود الى الجهل أوه. العمليه الانتخابيه جعل الرقم يصل الى هذا، وعلى فكره في برضه احنا احنا ما لازم يكون عندنا ذاكره، وأستاذ جمالي يصححني انا اتذكر ان في انتخابات 2012 كان الرقم وصل لاكثر من 840 الف صوت لا. باطل برضه لان كان في هناك قوى تقول لابد ان يكون البطلان هو الفائز اكثر من اللي ياخده الدكتور مرسي والفريق اللي هو قوة هو كان متبنيه أو وجهه أو النظر أو تلك صحيح ده صحيح. وفي قوى الان ارادت ان توصل رساله من خلال البطلان ايضا م. فلكل هذه الاسباب طيب انا عايز تعليق حسام بيه على النقطه دي الاصوات الباطله وموضوع الشباب يعني الاثنين دول بس قبليها ناخد الارقام من من استاذ جمال على الاصوات الباطله وعلى عمليه الارقام وتوافقها مع المؤشرات وايضا النزاهه اللي قالتها لجان المراقبه طيب انا عايز بس عشان الناس تبقى معانا الفكره تبقى متصله يعني احنا مم. قلنا انه الخمس استحقاقات اللي قبل كده قلنا ان المتوسطات بتاعتهم ذكرناها اللي هو بدايه من 19 مارس, مارس لحد, 2014 اه اللي حصل في ضوء ده في التحليل الاحصائي بس دلعه. عشان افكرهم احنا بنتكلم عن نسب اللي قالتها اللجنه العليا صحيح. اللجنه العليا الانتخابات النسب اللي قالتها اللي طلعت من, من آه. لسانها آه في ضوء ده احنا زي ما قلت لحضرتك كان توقع انه هيبقى في ثلاث سيناريوهات يا اما اقبال منخفض يا اما متوسط يا اما مرتفع. الاقبال المنخفض كان هيعمل في حدود 21 مليون آه مصوت. ناخب مصوت هيروحوا دول كان هيدونا نسبه حوالي 39% اللي هي نسبه التصويت التصويت على اللي هي 39 دي كانت الاستفتاء على لا لا ده التحليل بتاعنا ده التحليل بتاعك اه يعني أو. ده يعني الـ الـ الاحتمال الاولاني انه يحصل تصويت منخفض فكان م. اقل حاجه هتحصل في الانتخابات دي هي 21 مليون ويعني كسور كده 14000 وحاجه دي كان معناها انه نسبه المشاركه هتبقى تسعة وتلاتين التصويت المتوسط لو كان الاحتمال المتوسط كان هيطلع الرقم ل 23 مليون 684 الف وفي الحاله دي كان هيبقى نسبه التصويت 44 الاحتمال الثالث وده اللي تحقق فعلا انه هيبقى في تصويت مرتفع هيطلع ل 24 مليون 868 الف وفي الحاله دي النسبه هتبقى 49% اللي معلن لحد دلوقتي انها 48 ممكن تطلع شويه او تنزل شويه م. ففي الحاله دي احنا قدام ايه؟ قدام اه مستوى من المشاركه في الانتخابات م. الاحصاءات اللي حصلت قبل ال ما يجي يوم التصويت متو... يعني بتقول ان هو حصل في المدى المعقول، خد خد المنحنى المرتفع. م. هنا احنا لازم نتذكر خليني اقول كده حاجه خبيثه في النص، هل فرقت يومين عن ثلاثه في التصويت؟ يعني انتوا النسب دي كانت حسب ايام حسب حسب الايام, الأيام المعلن اللي هي يومين. كان في يومين للاستفتاء وكان يومين للاستفتاء الدستوري يومين كانت هتخلينا يعني لو يوم التالت هتخلينا في هتخلينا نقرب شويه ناحيه المستوى المتوسط يعني كانت هتقل شويه يعني ما كانتش تبقى كده وان كان لحد دلوقتي مش محسوب يعني ما حدش يقدر يحسب بشكل علمي دقيق هو اليوم التالت ده اضاف كام؟ لانه ما حد يقرب للصندوق ويقعد يعد قبل عمليات الفرز الرسميه ولا ينفع حد يروح للدفتر ويقعد يعد يعني كل الارقام اللي طالعه لحد دلوقتي المفروض ان احنا ما نوقفش عندها بشكل نهائي لانه في الاخر خالص لازم ناخد الرقم النهائي اللي نقدر ناخد عليه راي وموقف من اللي هتعلنه اللجنه العليا للانتخابات لانه كل اللي قدم اجتهاد او 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 سرب معلومه او ما عندوش المرجعيه اللي تخليني احاسبه على انه اللي قاله ده صح اعلى من المعقول من اللي حصل ولا اقل منه واللي هو متساوي مم. لانه قانونا ما ينفعش انه هو يروح يبص على الكشوف ويبص على اعداد المصابين الا في لحظه الفرز اللي بينص عليها القانون القانون طيب الكلام ده لما احنا نبص عليه مع اللي حصل فعلا هنلاقي انه الـ 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 النتائج اللي معلنه لحد دلوقتي ونقول لحضرتك انها مجرد احتمالات مم. هنلاقي ان الاختلاف بين بقى لو حصرنا المساله بين الانتخابات الرئاسه اللي هي حصلت دلوقتي وبتاعه 2012 م. هنلاقي انه الفرق في عدد الناخبين بين بين المره اللي فاتت والمره دي مثلا في الـ في 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 العدد الاجمالي هنلاقي عندنا <applause> زياده في عدد الناخبين حوالي 2 مليون و370 الف 2014 في 2014 زيادة. لان احنا كنا في 2012 تقريبا 52 وشويه دلوقتي قربنا من 54 <applause> المشاركه بالزياده حصل في فرق بين الاثنين 223 الف <applause> ده حسب الارقام اللي هي مش مؤكده لحد دلوقتي <applause> لكن نسبه المشاركه نزلت 2% احنا كنا في المره اللي فاتت 50 دلوقتي اللي معلن لحد دلوقتي انها 48 48 اه طيب الاصوات الباطله ده حصل فيها زياده يعني 524 يعني في اللي قبل الاعاده والانتخابات الانتخابات يعني قبل لا انا بتكلم على الدوره الثانيه الدورة هي التانية. كانت بين شفيق, و... بين شفيق ومرسي ومورسي الزياده في عدد أوه. الاصوات الباطله يعني هي كانت الاصوات الباطله في الرئيسيه في انتخابات الرئاسيه سنه 2012 كانت 830000 558 امم احنا دلوقتي عندنا مليون و وخمسين الف ده اللي هو معلن لحد دلوقتي فاحنا عندنا زياده حوالي نص مليون آه صوت باطل م. واضح ان مساله الاحتجاج المره دي اعلى بكتير من المره اللي فاتت وانا تفسير انا بتفق مع اللي قاله الدكتور عمار بس انا بضيف عليه انه الاخوان ليهم حضور قوي في مساله البطلان هم خدوا قرار ده تقديري الشخصي يعني م. خدوا قرار في التعامل مع الانتخابات طيب قرار والله مزدوج خدوا خدوا قرار في انه يبطلوا الصندوق بدل الشارع يعني لا هم إيه قرارهم من... كان مزدوج اه اول حاجه قرروا ان هم ما يدوش حمدين أوه. كان في جدل في البدايه وفي بعض الناس م. تنبا ان هم هيدوا حمدين وفي بعض الناس قالوا أنهم مش هيدوه انما النتيجه دي بتقول ان هم قرارهم مزدوج وهدفه في الحالتين هو ابطال العمليه برمتها مش ان هو هيعاقب السيسي بانه يعلي اصوات حمدين هو ما خدوش الاتجاه ده هو خد اتجاه انه هيقاطع وهيبطل وفي الحالتين هو بيخصم من نسب المشاركه ومن كميه الاصوات الصحيحه في العمليه الانتخابيه، تصورهم ان الحاجتين دول ممكن ياثروا على قيمه العمليه الانتخابيه نفسها بغض النظر عن مين اللي فاز ومين اللي خليني بس برضه في النسبه دي أتفضل. قبل ما نروح لحسام نقطه الرجل والمراه في المشاركه، هل انتوا راعيتوها في في العام ولا بس مشاركه عليه لا دي كانت لسه ما حسبناهاش يعني أوه. في أوه. والحد دلوقتي ما ينفعش انك تقدر تقول الكلام ده واللي يصرح بيه ده خرق لسريه الانتخابات أوه. يعني لما يطلع واحد يقول دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي قبل ما اللجنه العليا تنتهي مم. من اعلان النتيجه وابلاغ المرشح رسميا بانه فلان اللي فاز وبعدين تتحول بيانات العمليه الانتخابيه من بيانات بتستخدم في اعلان قرار الفوز او الخساره لهذا المرشح او ذاك الى تاريخ ندرسه مم. في الفتره دي اي كلام عن انه مين اللي صوت من اي شريحه عمريه او من السيدات او الرجال هو فتح وهتك لسريه الانتخابات م. وضد القانون ومسائل كلها اجتهاديه ولا يجب ان احنا نعول عليها باي صوره من الصور الا لما تتحول كل ما هو متعلق م. بهذه الانتخابات من من بيانات او معلومات يتخذ على اساسها قرار مصيري زي اللي احنا فيه إلى معلومات قابلة لأن تدرس في إطار إن ده بقى تاريخ بقى. نقدر نحلل ساعتها مين بس أي حد ممكن يحلل ويقول الكلام ده يعني لكن بعد إعلان النتيجة وليس قبلها يعني حسام ممكن يتكلم اللي اتقال يعني. يعني, يعني, يعني لما بنيجي يعني في بداية التصويت كان في كبار سن الصبح بدري يعني قبل حتى ما تفتح الصناديق أه أه حضور المرأة بشكل كبير ده شكل انطباعي يعني الشباب عن المشهد أنا بتكلم على الصورة وصف الصور آه ده انطباعي الصور لكن مش يعني أرقام مش بتكلم على أرقام أصل أنا أنا عشان أقول وصف الصور أنا عشان أقول اللي هو ممكن تقول بالعين ده أنا شايفه كويس لكن نوضع. لكن اقدرش أقول رقم لأن أنا عشان أقول الرقم ده معناه الآتي إن أنا ربطت بين الرقم القومي للمصوت وبين الورقة اللي حطها في الصندوق أنا أعرف م. منين إن ال الـ100 صوت ولا الـ200 صوت ولا الـ1000 صوت اللي موجودة في الصندوق م. اللي هي ورقة ما عليهاش أي علامة مميزة ولو ظهرت عليها علامة مميزة بتبطل الصوت ان ده بتاع راجل او بتاع ست او بتاع فقط هو ف... صح ف... وده انا ما اشتغلش عليه م. الا بعد اعلان التصويت صح طيب استاذ حسام يعني تعلق لنا على النقطه دي نقطه انا عايز اتكلم على اصوات البطله تحديدا صح. دي دي نقطه وموضوع الشباب <applause> الاصوات البطله يعني انا الاول بتفق مع الدكتور عمار طبعا خلي بالك حسب كلام سيد جمال كانت اصوات البطله عليت هلا انا المعرفة. انا مركز قوي في في الارقام دي لان الاصوات البطلة بالنسبه لي yeah. بتمثل لي اسباب انا شايفها mm. او قد تكون صحيحه ولا بس بتفق مع دكتور عمار الاول في المشاركه ان الكاميرات كلها ادت ايحاء لانها كلها مش في القاهره بس حتى في الاقاليم فهي بتروح طنطه بتروح المعالم مش ده الريف مم. الريف الريف ما حدش نزل له انا ما بشوفش كاميرا واحده في اي قناه انا بتكلم في الريف اللي جوه اللي اه. هو بيدي تصويت 60% من الاول. بالنسبه اه. لاصوات البتلر طبعا يعني انا بتكلم على المنوفيه كان أكتر نسبه تصويت فيها اه ده المنوفيه 65 النسبه النسبه كانت أكتر، اعلى نسبه تصويت فيها اه. اه. بالنسبه لاصوات لا البحر الاحمر كانت 84 البحر الاحمر اه, اه. برغم كان في مشكله هناك في الوافدين ومشكله لا هو قياسة المسجلين المقيمين في البحر الاحمر سوري اسف لا لا اتفضل لا لا بالنسبه للاصوات الباطله فهو رقم لازم نقف عنده كتير قوي وندرسه عم. يعني دكتور عمار وهو بيقول في الانتخابات السابقه اللي هي مرسي شفيق دي كانت الحديه بتاعه الاصوات الباطله كبيره مفروض جدا مفروض لان الناس فعلا جزء او قطاع من الشعب كان لازم يقول مش عاوز ده ومش عاوز ده صحيح بتكلم على وبالتالي لما يوصل 800 وحاجه الف ده كانت كبيره ما نيجي بقى في هذه الانتخابات مليون وشويه مليون وشويه مليون 300 مليون 300 دي, دي, نسبه غير م. عاديه لا انا ما انا اقدر اقول بقى اللي كتب اسم او عمل قلب او ده 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 مش هيتعدى حاجه خالص لا ده رقم لازم اقفله اقفله لانها نسبه كبيره جدا مع العلم زي ما دكتور عمار كان بنتكلم ده اسمين بس وبالتالي مش هتوه واعمل حاجه غلط م. فلا ده رقم متعمد لازم اعرف تحليل الخاص م. مش الاخوان م. انا تحليلي الخاص الاخوان ما نزلوش خالص انما تحليلي ثلاث اجزاء اول جزء السلفيين السلفيين كان في جزء منهم نزل بحكم قضيتهم زي حزب النور انزلوا في جزء ما نزلش وفي جزء نزل قد يكون برضو هنا هو يعني بالنسبه للسلفيين يعني في شعور وانطباع انه مش بالشكل اللي كان متوقع يكونوا متواجدين فيه طبعاً برغم طبعا. رغم الـ الـ الامور كانت واضحه للعين الحمله اللي كانت في اسكندريه وقادها السيد ياسر برهامي والحمله اللي كانت في القاهره مع ثالث يوم تصويت والتصريحات الاعلاميه على لسان السيد نادر بكار الى اخره يعني بس كان هناك انطباع اه انا لا اقدر اقوله ان احنا جايز احنا في قطاع كبير قوي بيبقى متخيل أن السلفيين هو حزب النور م. وهي مش كده خالص حزب النور جزء صغير من السلفيين انا انطباع على هذا الرقم لكن البقيه مش إن... مش داخل حزب يعني او في حزب اخر او آه آه, مش آه ملوش علاقه دا بالاحزاب مالهوش آه ملوش بس علاقه بالاحزاب آه يعني دكتور عمار ادرى مين آه بس ده قصه كبيره لا دا جدا ده انا شايل سؤال على الموضوع قصه آه كبيره قوي ما مش مش حزب نور حزب نور اقدر اتكلم على اسكندريه مرسى مطروح ما جزء من السويس م. انتخابيا م. احنا مقسمينها كده انما اقول ممكن جزء كده انما الجزء الاكبر هو صوت عقابي للاثنين شاف ان الاستاذ حمدين لا يصلح لهذه المرحله وشاف ان المشير السيسي قد يصلح بس انا خايف آه، انت عايز تقول لي انه قطاع الكبير من السلفيين حتى اذا لم يكن داخل النور كانوا بعيد عن المشهد اه ده ده حاجه انما اللي في النور بتكفت. انا ب... انا الاول كملت على اللي في النور ممكن يكون قال له لا لازم مم. انا بتكلم كقياده لازم تنزل فهيضطر ينزل انما صوته انا مم. بتكلم مم. بعض منهم انما هنا انا خرجت عن السلفيين بتكلم على الشباب والشعب العادي م. في جزء قال ان السيد حمدين من جواه ما يصلحش لهذه المرحله طب حد لمين المشير المشير في مشكله حصلت في الحمله بتاعته مش في الحمله كحمله في الناس اللي اتلصقوا في الحمله وهنا شفتها انا في القرى كتير جدا الناس اللي ايه إيه ألسقوا نفسهم ألصقوا بحل. نفسهم آه. آه. آه, يعني لصقوا حطوا اسمهم على اه بس على كانوا بيتحركوا وتغاضت الحملة عن هذا آه. تغاضت الحملة عن هذا في بعض منهم تحركوا من باسم حملة, حملة آه الموسيقى ده مش بعض منهم حزب وطني أنا بتكلم هنا على 90% منهم <applause> في في 90% في في منهم في في أنا بتكلم الناس. على, على أنا بتكلم اللي لازم اللي لازم, آه اللي لازم. آه قالها يعني كتير من من الناس تركوا انطباعهم حتى من ضمنهم آه آه الاعلامي حمدي أندي لما نزل على تويتر وقال انه الناس والاقبال وقال انه في شافوا وجوه مبارك بالظبط شافوا لازم لازم نتكلم بصراحه مم. في جزء كبير وعلى فكره حصلت في مش في يعني ممكن في, ما تحساش. في القرية ما تحسهاش انما في القريه الناس عارفه بعض بالظبط في القريه الناس عارفه بعض وعارفه هنا وانا بتكلم عن الحزب الوطني في انواع من الحزب الوطني اللي دول كانوا 3 مليون في واحد اللي كان كاتب استماره عشان ياخد انبوبه بوتجاز في واحد كان كاتب استماره عشان يحط كارنيه الحزب الوطني فما يتمسك في اسمه ولا حاجه يطلعها يقول انا حزب وطني ده ما هوش حزب وطني وفي ناس كانت فاسده معروفه وفي ناس كانت محبوبه لغايه دلوقتي جزء قليل منهم محبوب عملوا خدمات للقرى بتاعتهم وفي وشوش كانت مكروهة جدا في القرى جزء <applause> من دي بقى جزء من دي كده هو اللي تحرك في الاول وحط نفسه وحط يفطه <applause> وراح عمل التوكيلات كان منتظر الفرصة يعني من <applause> الاول طبعا آه. يعني وضع طبيعي <applause> مشكلة الحملة انا ما اقدرش الوم عليها بس هم تغاضوا النصر يعني كان في تغاضي في الحتة دي ما كانش فيه <applause> قوة في وقف في الناس دي دي ادت انطباع لناس معينة والمجموعة كبيرة ومنهم الشباب <applause> ومنهم جزء كبير او من الشباب والناس العادية ان انا خايف انا خايف انا خايف وما عنديش حل استاذ حمدين لا يصلح في هذه الفتره في وجهه نظره في الفتره دي مش كشخص كفتره طب انا عندي المشير يصلح بس انا خايف انا شايف الاصوات البطله لازم تدرس ولازم تتفهم قوي ونتعمق فيها قوي ونشيل الخوف مم. لان احنا الفتره الجايه مع الاكتساح اللي حصل للي للي للمشير السيسي دايما الاكتساح ده دا بيدي ميزه وبيدي عيب مم. بيدي ميزه ان بقى عندك رئيس جمهوريه مش بال 51% قدام 49% وبالتالي هو ليه شعبيه كاسحه ممكن يجري بمصر يجري بالاقتصاد يجري في اللي هو عاوزه بهذه القوه العيب اللي لازم ناخد بالنا منه شوية ان مع هذا الاكتساح لازم تبقى الدايرة اللي حوالين الرئيس خالية تماما من اي شوائب تماما من اي شوائب مشكلة انها مش معروفة لحد دلوقتي آه ولا في اي اللي جاي ما عشان اه كده انا بقول ايه اللي جاي اللي جاي اه اللي, جاي الاول هي دايرة ولا مثلث؟ ما هو خلينا نقول اللي جاي الجاي اللي جاي هو حسام بيه وسالم عشان نمنع نمنع اي تخفيف فاصل انا استاذن حضرتك أسف ان اقطعتك لان زي علينا نطلع فاصل اللي جاي ايه هو سواء من اولويات المرحلة سواء من الشخصيات المتواجدة على الساحة سواء من اعادة الهيكلة سواء التعامل في المعادله الصعبه اللي المواطن فيها عايز اداء وسرعه ومهام يشوفها ملموس على الارض بعد الفاصل خليكم معنا اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل في جزئيات مهمه جدا اتكلمنا فيها خاصه بنسب التصويت بالشباب بانها كانت قريبه من التوقعات اللي هي مستوى الجيد اللي هي 48% كمان النسب الخاصه بالاصوات الباطله اللي هي عاليه بالمقارنه ب 2012 بانتخابات 2012 عايز اشير كده ان في الوسط في اخبار طبعا بتيجي نقول كده يوميه زي النهارده اللي خرج التقسيمه بتاعه البرلمان القادم احنا عارفين 80 20 80 بالفردي 20 بالقائمه لكن خرجت النتائج 480 لصالح الفردي و120 لصالح القائمه وطبعا في كلام على انه طبعا القائمه لكل حزب فيه خاصه يعني باعضاء لذوي لذوي الاحتياجات لكن قبل ما نكمل الكلام دي بس اخبار بقولها مع حضراتكم قبل ما نكمل كلامنا في حوارنا موعد مع رئيس خلينا نشوف تقرير عن ردود الافعال الدوليه على هذه المؤشرات الغير نهائيه وغير غير رسميه من اللجنه العليا ونرجع نكمل الحوار يبدو أن المشهد قد حسم بالخارج كما هو بالداخل نحو فوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئيس وإن لم تعلن النتيجة صراحة خطابات تهنئة واتصالات تلفونية تلقاها المشير السيسي احتفالا باكتساحه في نسب المؤشرات الأولية لعملية الفرز والتي تخطت حصته فيها التسعين بالمئة مقابل ثلاثة بالمئة لمنافسه حمدين صباحي اتجه شرقا حيث روسيا نجد رئيسها فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي حار مع السيسي كما وصفه الكارملين مؤكدين على مواصله اللقاءات والانشطه المشتركه بين البلدين، تلك اللقاءات التي تعود بدايتها لفبراير المنقضي حينما كان السيسي وزيرا للدفاع، وقدم وقتها بوتين دعمه للسيسي رئيسا لمصر. في فرنسا يقول وزير خارجيتها لوغان فابيوس إن بلاده تعرب عن تمنياتها بالتوفيق للمشير السيسي في مهمه الجديدة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن بلاده تشجع مصر على مواصلة عملية الانتقال السياسي نحو مؤسسات مدنية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والحرية العامة بين فرنسا وروسيا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون رئيس مصر المقبل إلى سرعة العمل على جمع المصريين في روح من الحوار والشمولية توصية تبدو هي الأكثر ملائمة وسط حالة من الانقسام الداخلي منظمة الكوميسا الأفريقية والتي شاركت في المراقبة على الانتخابات الرئاسية علقت على عملية الانتخابات بأنها تمت في إطار التنظيم القانوني للحكومة المصرية وسط جو من الشفافية لم يخلو المشهد أيضا من التهاني العربية فنجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتوجه برسالة تهنئة إلى المشير السيسي بمناسبة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة مؤكدا فيها على العزم الراسخ للعمل المشترك بين البلدين شيرين مجدي النهار اليوم طيب بعد التقرير ده بيسمح لي يا دكتور عمار وحسام بيه ان احنا نتكلم مع استاذ جمال على النقطه الخاصه في الارقام والاحصائيات الخاصه اللي بيعرضها لينا اه وتعليقا على التقرير ده موضوع النزاهه النزاهه اللي اتكلموا عنها هل توافقت مع الارقام والمعدلات اللي طلعت معاكم في الاحصاء؟ هو هو قضيه النزاهه مهمه جدا لانها المفروض انها الناس تبقى مطمنه للعمليه الانتخابيه قبل ما تفكر هي هتقبل النتيجه ولا هترفضها؟ م. أو هي مبسوطة بالنتيجه ولا متضايقه منها؟ م. بس أنا لازم أبقى عارف إن الإنتخابات عكست إرادة الناس اللي راحت وقفت قدام الصندوق. وإنها كانت متوافقة في كل خطواتها ومراحلها مع آه يعني مقتضيات الحياد والنزاهة والشفافية. م. إحنا حاولنا خلال الثلاث أيام أو تحديدا عشان أكون دقيق اليومين الأولانيين لحد واليوم الثالث لحد الساعة أربعة ده في بوابة الوطن حاولنا نرصد كل البلاغات اللي جات في تقارير كل المنظمات اللي كانت بتراقب الانتخابات بالإضافة للمعلومات اللي كانت تجينا من الزمايين اللي منتشرين في المحافظات في المكاتب بتاعة جريدة الوطن هو, هو بس الوحيد اللي كان أعلن وعمل مؤتمر صحفي كان أه، السهل والصحراء منظمة الساحل والصحراء ده عملت عملت مؤتمر صحفي ثالث يوم وقالت ال لا والوفد بتاع الاتحاد العربيه وال... والافريقي قالوا آه، آه. بعد ثلاث بعد يوم بعديها بس انا بعد الارقام اللي هقولها دلوقتي دي واقفه لحد الساعه 4 في اليوم التالي م. احنا قدرنا ان يعني اشتغلنا على ال 23 انتهاك اللي هم مسجلين في المدونه اللي بيشتغل عليها المراقبين عموما وحاولنا نشوف الانتهاكات دي كان اعدادها كام وتوزيعاتها على المحافظات ازاي. مم. ففي اليومين ولحد الساعه 4 في اليوم الثالث احنا رصدنا 276 بلاغ عن انتهاكات في عمل في في انتخابات الرئاسه. ده, ده ده في 276 بلاغ بتتكلم في في 14000 14 لجنه 14000 لجنه فهو طبعا يعني. معدل ضئيل جدا مم. ولما هنشوف التوزيعات هنطمن اكتر. مم. 88 بلاغ كانوا جم عن دعاية خارج اللجان امم 34 بلاغ جم عن توجيه الناخبين مم. والتوجيه ده على فكرة كان محسوب فيه حاجات بسيطة جدا منها تشغيل أغاني زي تسلم الأيادي والأغنية الأخيرة بتاعت بشرة خير بشرة خير جنب مم. اللجان دي تم حسابها على أن أو رصدت على أنها مخالفة بتوجه الناخب وهو داخل في حوادث عنف متنوعة ابتداء من مشاجرات عادية بالذات يعني. <تصفيق> <تصفيق> اللي وانتهاء بحالتين الوفاة اللي حصلوا دول كان عددهم م. 32 م. في تأخير 30 بلاغ خاصين بتأخير في فتح اللجان في 24 بلاغ عن مشاكل كانت في الصناديق الزجاجية والحبر الفسفوري م. وفي 18 بلاغ عن توجيه للناخبين ركب يعني ناس ركبتهم اتوبيسات عشان يروح اللجان فاعتبر ان دي مخالفه برضه. مخالفه ده و... ده ده وسائل النقل كانت ببلاش يعني. <applause> لا في بعض في بعض الاماكن حصل فيها الكلام ده بشكل منظم فاعتبر ان دي مخالفه. وفي خمسة 15 بلاغه عن ناس دخلت اللجان وما لقيتش اساميها في الكشوف. وفي 12 بلاغه عن اعاقه لعمل المراقبين. <تصويت> وفي 12 بلاغ تاني عن وجود للاخوان ومناصرينهم في محيط اللجان وحصل نتيجه ده تاثير على يعني الناس وهي داخله وهي خارجه وفي ثمان بلاغات كانوا متعلقين بالقضاه نتيجه الحادثه مثلا اللي حصلت لمجموعه من القضاه وعلى ما اتغيروا وجم وكده يعني حاجات من النوع ده في حالتين فقط منع من التصويت وحاله واحده الامن دخل فيها داخل اللجان هنا بقى لما هتبص على التوزيع ده هتلاقي انه اكبر الجرايم الانتخابيه نسبتها صفر ما جاش فيها باللي لا تسويد البطاقات التصويت الجماعي جوه اللجان <applause> البطاقات الدوارة، الحاجات اللي عشان هي كانت ما محدش على موضوع التسويت في فيديو اتذاع طلع غلط طلع غلط, مطلع غلط. <applause> تاني يوم كان في فيديو منشور قوي على اليوتيوب غلط. انه في تسويت وحتى مركز طلع غلط, من غلط من واللجنة بتت فيه لجنة الانتخابات اه, آه. بتت فيه ولقيته غلط آه. فده توزيعة ال 276 على ال ال النوعيات بتاعة ال الانتهاكات اللي حصلت طبعا احنا بنتكلم في 14000 لجنة او اقل بنسبة بسيطة لما يتبلغ عن 276 بلاغ بالشكل ده خلال الثلاث ايام ده يدينا مؤشر انه مفيش عمليات خرق ممنهجه واسعه النطاق تقدر نقدر نقول انها ترقى الى مستوى تغيير نوعي او كبير في النتيجه النهائيه. اما نبص على توزيع ده على المحافظات هنلاقي اكبر نصيب من ده كله كان في المنيا. وكان فيها 75 انتهاك، بعدها الدقهليه 36 والشرقيه 28 دمياط 22 والغربيه 20 والاقصر 14 والقاهره م. 11 واسكندريه والفيوم 9 واسماعيليه 7 والجيزه والسويس والمنوفيه وبني سويف وشمال طيب. سينا كل واحد منهم 6 يعني كلها كانت حاجات بسيطه غير غير مؤثرة فاحنا قدام هنا لما تيجي أوه. تقيس بقى طبعا وده عكس نفسه بعد كده يعني احنا الرصد بتاعنا ده <applause> يعني ما اختلفش عن اللي اتقال في اليوم بعد ما الانتخابات خلصت في البيانات اللي طلعت من بعثة الاتحاد الاوروبي و... وبقيه و... وبعثة الاتحاد طيب. الافريقي والبيان بتاع جامعة الدول العربية، يعني في النهاية ما طلعش في البيانات بتاعة المراقبين اللي كانوا بيتابعوا الانتخابات من بره ما يدل على انه حصل خرق ممنهج واسع نطاق يرقى إلى مستوى التأثير طيب. الكبير على النتيجه النهائيه. انا دلوقتي يعني هفتح نقطه ساخنه آه. اربطها بين دكتور عمار وسيد حسام على موضوع التيارات الدينيه خاصه في الانتخابات البرلمانيه واحنا طلع يعني النهارده التقسيم بين في داخل البرلمان وهربطها بالرئيس لانه احنا عندنا من اختصاصات وصلاحيات رئيس طبعا في كتير حسب الدستور انه حق البرلمان في سحب الثقه من رئيس الجمهوريه عن طريق استفتاء شعبي واذا رفض الاستفتاء سحب الثقه يعد البرلمان منحلا بقوه الدستور مثلا من ضمن الامور الثانيه حق رئيس في حل البرلمان بناء على استفتاء شعبي وفي حالات محدده الى اخره يعني مربوطه بصلاحيات الرئيس وشكل البرلمان وكلمه التيارات الدينيه بعد قياسا على موضوع انتخابات الرئاسه اللي تمت اتفضل دكتور عمار التيارات الدينية. اه الطائرات الدينية بس أنت اتكلمت على البرلمان. أنا بس دخلتها شوية على أساس قلت أربطها يعني إنها تكون تكون موجودة تكون موجودة الصلاحيات دي بس التيارات الدينية والتقسيمة اللي جت النهاردة. طيب عموما التيارات الدينية. م. هناك وهم يدور حولها. م. وهي حريصة على التهويل من قدرتها م. العددية. وإمكاناتها المادية بمعنى أن الإخوان مثلا تكتشف أنهم سوقوا لدى الغرب أن عددهم أو عدد الأعضاء العاملين بالملايين والطيار السلفي حريص على أن يظهر نفسه أنه أيضا بالملايين وذات مرة كتب كاتب النبي حين حازوا على أغلب البرلمان قال حين أسير في الشارع فبين كل 200 رجل او يزيد واحد فقط ذو لحيه وبين كل امراه اما محجبه حجابا عاديا او حاسره الراس واحده فقط منتقبه فمن ينتخب هؤلاء او من اين تاتيهم الاصوات اصوات كانت بتيجي من الخطاب الديني لشعب متدين بطبعه والناس ربطت بين الخطاب الديني وبين ان ذلك سيترجم الى كفاءه في السياسه الى صدق في التعامل الى نزاهه الى حرص على المال العام الى بذل الجهد والعمل هيراعي مصلحته ويراعي ربنا إيه؟ فيه وقوكي. الى البحث عن الكفاءات لانه م. مسؤول امام الله عن اداره الـ 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 الوطن في النهايه الى محاربه الفساد م. الى الطهاره م. الى الفاعليه والعمل اللي هي كل القيم الذي يحض عليها الدين تمام. وتعلمها الناس ربطوها بهذا التيار وبالتالي كانوا يصوتون له من خلال خطاب ديني مباشر لكن حين وضع هذا التيار في موضع الاختبار وجد الناس ان هناك هوه واسعه مم. بين القول والفعل او بين الخطاب والممارسه. مم. ومن ثم فقد جزءا كبيرا من زخم في الشارع. المساله الثانيه اللي كان بيعتمد عليها هي شبكات النفع العام. اللي الزيت والسكر وده في جزء وإحنا احنا بنقول زيت وسكر ونضحك. لأن في ناس فعلا محتاجه الزيت والسكر. صحيح. في سيده مثلا على سبيل المثال في أحد الأحياء الشعبية، اشتري فول ب 2 جنيه وتزوده مياه بملح وتجيب 20 رغيف عشان ولادها يفطروا. جمعية إخوانية ده 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 في الـ في الـ في عزبة النخل. جمعية إخوانية مثلا بتديها 100 جنيه شهرياً مكافأة، صدقة. وبعدين بتروح تصوت لهم، هي معذورة. الدولة نستها والأحزاب الأخرى نستها. عشان كده في واحد في حزب الوفد عامل جمعيه هناك عشان تحل وانا رحت شفت وقعدت معاه وحكالي عشان تملا الفراغ الذي نشا لان لو الدوله مره اخرى والموسرين والمجتمع المدني المنشغل بس بان قضيه حقوق الانسان مرتبطه بالمسائل الفكريه وهي حقيقيه وضروره ان ندافع عنها لكن في جزء مرتبط بالاحتياجات الماديه بالعوز الغذاء والنساء والدواء والايواء والتعليم والتطبيب كل هذه امور مهمه فشبكة النفع العام التي كانت تعتمد على هذه الجمعية على الإخوان وهم اعتمدوا أكثر على شبكة الجمعية الشرعية العاملين بالكتاب والسنة هذه هذه الجمعية حين بدأت وأنشأها الشيخ محمد خطاب السبكي قبل الإخوان بست سنوات وأصبح لها فروع في كل المحافظات وفي كل المدن وحتى في القرى فعلا كانت بتقوم بعمل خيري خالص لوجه الله دخل الإخوان يختبأوا فيها وسيطروا عليها تدريجيا وحولوا جزءا من هي بتتطهر الان من هذه المشكله صحيح. الى راس مال سياسي مم. وليست مساله مرتبطه بالدين فهذا جزء من التيار، التيار السلفي منقسم الى سبعه اصناف طيب. اغلبه ليس موجودا في الاحزاب لا الفضيله مم. ولا الاصاله ولا الرايه مم. ولا النور واخد بالك؟ مم. مرتبط اكثر بشيوخ او رموز او مم. بعض الكتب بما فيهم شيوخ قد ماتوا من 1200 سنه هو مرتبط بيهم عبر الكتب القديمه فانت بتتحدث عن طيار اختزل في حزب النور والناس بدات تتحدث يقول لك اين رجال حزب النور في في, في جزء, جزء, جزء وكان حزب جزء النور ده آه قواعده بالملايين هذا غير حقيقي. آه يا يعني حزب النور تاكلت قواعده كما جرى على المصريين الاحرار وكما جرى على المصري الديمقراطي الاجتماعي آه وكما جرى على حزب الوفد يعني الوفد والتجمع والحزب العمل م. لما بدأوا بعد سياسة المنابر في ستة وسبعين قاعدتهم الجماهيرية كانت بعضها بمئات الالاف وكانت جريدة الوفد توزع مليون يا مصطفى شرطي والأهالي أربعمائة ألف أنت واخد بالك حزب العمل كان قواعده ماليه الدنيا وكان ليه شبكة كل ده تآكل وانهار للأسف م. وبعد الثورة لا الأحزاب القديمة استغلت الطلب على السياسه والرغبه في المشاركه في توسيع قواعدها ولا الاحزاب الجديده التي نشات فعلت ذلك؟ متك... وهي ما... مساله بتكمل ما... لي النقطه دي حزب النور ليس استثناء آه. من هذا العدل او العظم انا عايز كمل لي بس عايز رد من الاستاذ حسام على النقطه دي، لأ الاحزاب استغلت حب الناس وشغفهم للسياسه ليه؟ ما استغلتش ما استغلتش ده يعني لما تستغل بتستغل ده سؤال على حاجه محدده توسيع القواعد توسيع القواعد اقول لحضرتك اخذ من كلام استاذ عمار أستاذ عمار حاكي القصة بالتسلسل الطبيعي. <applause> ناخد بالنا بقى إن الإخوان زودوا في عملية الزيت والسكر وكده وهما برضو لعبوا لعب <applause> ولعب الحزب الوطني. يعني عملوا كل حاجة زي الحزب الوطني، بمعنى كانت الاستوارة الدوارة ديت واخدينها من الحزب الوطني، أنا بتكلم <applause> على العموم، واخد بالك؟ تعطيل اللجان كانوا واخدينها من الحزب الوطني. الزيت والسكر غير الصدقات اللي هم كانوا بيطلعوها عموما ولاقي م. ان دول بيستخدموا فلوس الزكاه في كده انا ما اقدرش في حزب الوفد انا بدفع الزكاه بتاعي بس الحقيقه ما بدوش لحزب الوفد أو عشان أو اوزعه باسم حزب الوفد دكتور عمار قال حزب النخل كان اهو يعني حاولت تكون لا دي جمعيه دي. بتبقى جمعيه خاصه بواحد انما ما اقدرش يطلعها باسم حزب الوفد انا بتكلم انا ما اعرفش ربنا يقبلها ولا لا وبالتالي م. ما اقدرش اعمل زي الاخوان هنا الاخوان خدوا حته عدم وجود حكومه بتراعي الناس في الطبقات الفقيره وهم اللي قاموا بالدور ده على فكره مش ده مش دور الاحزاب الاصل في الموضوع ده مش دور الاحزاب م. ان انا اعمل ايه اعمل مستوصف ده مش دور الاحزاب ان انا اشوف المحتاج ده مش دور الاحزاب انما احنا اتحطينا في هذه الاشكاليه ان الدوله ثابت هذا القطاع للاخوان والسلفيين في هذه الجمعيات م. وهم خدوا فلوس الزكاة ومعاهم فلوس كتير جدا ودخلوا في هذا القصة فبقى التنافس اما تيجي تسال لحزبه ده 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 السؤال انت عملت ايه؟ انت عملت ايه في القريه دي؟ اقول لحضرتك انا لو رحت قريه ما كانوا يقولوا لي مثلا كوره، اما بعمل مؤتمر في قريه بعد ما خلص المؤتمر والناس مبسوطه انما هي مش مبسوطه بالمؤتمر ها هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي دي معناها هتعمل لي جامع؟ هتعمل لي مستوصف هتعالج لي مش خدمات. عارف مين اللي هي خدمات الدولة م. وده اللي احنا رجعنا برضو النائب الخدمات صحيح. احنا ماشيين في دايرة كلها غلط حتى ما بنتكلم مش في الحلقة دي عموماً وبنتكلم بعض وبنلوم الأحزاب وهي تلام الأحزاب تلام لأنها ما اشتغلتش برضو الشغل الطبيعي بتاعها إنما بنلومها على حاجات مش دورها يعني احنا احنا المفروض نلومها على دورها هي اللي مقصره فيه بس انا بتحدث مم. على ان الدوله انحصرت عن اداء دورها اه طبعا سمحت لهؤلاء ده كان بالاتفاق يعني انحصرت الدوله الاتفاق عشان خاطر تسيب منغم الاخوان يشتغلوا انا هقول لك حاجه بقى يا دكتور ده احنا رجعنا تاني لحاجه أنتم مش واخدين بالكم منها إيه؟ لفزعة الح... يعني الحزب الوطني دلوقتي اللي بدا يرجع تاني لو الكل بدا يلاحظ مش يرجع بشخص ولا عشرة ولا, عشر ولا عشرين ولا 30 لا احنا بنتكلم على تكتلات تجمعات زي ما بنقول لوبي راجع تاني بدا يصدر اللوبي ده اه اللوبي ده بدا يصدر فزعه الاخوان تاني اللي كان مبارك بيصدرها لنا جوه وبره انت بتتكلم عن انتخابات الـ الـ البرلمانية البرلمانيه الانتخابات البرلمانيه اللي جاي اه طبعا احنا كان بيتصدر لنا من مبارك ايه جوه وبره يا الاخوان جوه وبره رجعنا تاني دلوقتي لوبي ده بدا يصدر عشان ما نجيبش الاخوان خلي بالكم وبداوا يفصلوا كل حاجه على حسابهم يعني احنا ناخد بالنا اللي داخل في الفزاعه دي نفس القصه انا بتفق بقى مع الاستاذ عمار عدد الاخوان المسلمين ده مش من كلامي ولا كلامه كدكتور وباحث وكده كلام ما تسالوا امن الدوله مش امن الدوله كان كون اخواني يعني ليه ملف ما خلاص بقى بدلوا الحاجات دي لما مسكوا مش هم لا لا لا, لا لا, لا لا معروف ان في الغربيه كانوا 32 ألف آه. 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 انا بتكلم الملف ده اللي كان بيقول ايه كان ليه ملف آه. احنا كلنا لينا ملفات آه. آه. انا بتكلم ما فيش حد فينا آه. آه. الحريق ما ملف محكمه جنوب القاهره آه. بالظبط كده وبالتالي احنا بنتكلم على عدد آه. 300 400 آه. 400 الف 500 الف ده ده العامل اللي هو بجد يا اخواني ليه كانوا هم كده غير الفلوس زي ما استاذ عمار كانت الناس الحلوه والدينيه اللي هي اللي هي مش هتسرق خلي بالك م. ايه من قمه الفساد الناس م. عاوزه تروح ايه قمه النزاهه مفيش تفكير <applause> بياخد دايما اللي من قمة من يمين يا شبان هي كده <applause> اتاخدت نفسيا كده <applause> فانا عاوز اجرب الراجل النظيف ده بتاع ربنا <applause> اللي مش هيسرقني هنا الاحزاب 60 سنه من غير شغل احنا كنا ممسكين اللي جاب لنا احباط وجاب للاحزاب احباط زي ما الدكتور بيقول احنا في انتخابات 84 قبل كده ما فؤاد باشا كانت شعبيه طاغيه وفي انتخابات كان بجد الوفد يكسبها اللي اتزورت ده جاب احباط احباط ليه مين هيكمل في حزب معارض ليه يعني صح. ايه, ايه القيمه هتوصل لحكومه لا هتاخد منفعه، ما هو الأحزاب قايمة يا جماعة على لوبي على مصالح طيب. في العالم كله السؤال دلوقتي ايه المطلوب من الأحزاب؟ وحتى حتى إذا كان في تيارات المطلوب المطلوب إذا كان في تيارات ممكن تدخل، تيارات دينية تدخل البرلمان، المطلوب هل بقى نقول مطلوب من البرلمان في إطار القانون ولا مطلوب من الرئيس يكون في دور؟ مطلوب تقوية قوانين طيب خلينا نشوف ده ونسمع الإجابة دي بعد الفاصل فخليكم معانا لاحظكم من جديد لحد دلوقتي احنا اه يعني في الاجزاء اللي اتكلمنا فيها طرحنا مفاهيم مهمه جدا خاصه بالفرز والتصويت وازاي نفهم ونبني عليها ونتفاداها في المستقبل اهمها بين قوسين ارقام الناس اللي اه ابطلت صوتها ودي معادله اه كبيره جدا كمان اتكلمنا على موضوع التيارات اه الدينيه وانه البعض بيختزنها كمثلا كمثال في حزب النور كانه ممثل للاحزاب للتيار السلفي بشكل عام ولانه لكن في الحقيقه هو هو جزء وانهم معادله في المرحله اللي جايه. الجزء المهم اللي عايزين نطرحه دلوقتي في اخر جزء وهو ايه المطلوب في مقابل عطش الناس للسياسه. حل الكلام الكلام كان مع سيد حسام ودكتور عمار وايضا استاذ جمال و حكايه ايه المطلوب في المرحله اللي جايه أه خاصه انه أه يعني المشهد ما بقاش متحمل يعني يشوف تاني تكرار او معنى اخر يعني مستعد لاي تضحيه عشان يشوف شيء يتحقق لهذا الوطن فضل دكتور عمر ايه المطلوب من ناحيه المرحله اللي جايه بالنسبه للاحزاب انا اكمل اه مطلوب من الاحزاب ان تطرح نفسها كبديل سياسي م. حذاري حذاري من العوده الى المعادله البائسه التي كانت سائده قبل ثوره يناير. ان احزاب تنتظر السلطه تحدد لها هامش الحركه وتكون مستلبه وتس وتف و و وتسمح لاجهزه الامن بالسيطره عليها وتكون معنيه بالحفاظ على وجودها واستمرارها باي ثمن وتفتقد الى الديمقراطيه الداخليه وتنتظر الفتات المتاح من السلطه. الآن نحن لدينا المادة 146 من الدستور م. والمادة 5 بتتحدث عن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية م. و146 بتقول إن ممكن الائتلاف من أحزاب الأكثرية تشكل الحكومة، هذه فرصة مهمة إن الأحزاب تنتقل من الثقافه القديمه التي كانت سائده قبل 25 طيب. يناير التيارات كيانات سياسيه بحقيقة التيارات الدينيه وانت اكتر واحد تفيدني في النقطه دي ممكن تستغل الوضع ده انه لسه الاحزاب ما عندهاش مساحه على الارض ما عندهاش تواجد ما مش بتكفي العطش السياسي بالنسبه للناس ان يكون ممثلين ليها في ده وعشان كده ضروري ان طيب الاحزاب الدين. الاحزاب كمان تحاول بقدر الامكان تمتلك م. الموارد الماليه م. اللي تمكنها من فتح فروع لها م. في كافه المحافظات وان هي تحاول أن تضع خطه علميه لجذب كوادر اليها طبع برامج وفتح حوار مع الناس وعقد مؤتمرات وندوات في اماكن عديده من اجل توسيع القواعد لانه ممكن بعد اربع سنين بعد ثمان سنين بعد عشر سنين نقول ان في حزبين او ثلاثه اتفقوا على ترشيح شخص لرئاسه الجمهوريه او عايزين ياخدوا اغلبيه في البرلمان لتشكيل الحكومه بدون شبكه اجتماعيه راسيه على الارض كل هذا وهم لان هذا التيار الديني هو الوحيد اللي ليه هذه الشبكه التي موجوده تعطلت او عطبت والناس انفضوا عنها لكن هناك فراغ يجب ان يملا واذا لم يملا هذا الفراغ سنجد الرئيس المقبل يتعامل مع الشعب مباشرة خارج الحياة الحزبية بل قد تشن حملات إعلامية لتشويه الأحزاب ذاتها وده وده مكمن الخطوره خليني بس قبل ما ادي الكلمه لحسام بيه اقول على التليفون معايا عضو اللجنه العليا انتخابات سعاده المستشار طارق شبل مساء الخير سعاده المستشار وعارف سهرناك وعارف ان هناك اجتماعات مستمره للجنه يا ريت تطلعنا على اخر يعني المستجدات الخاصه باللجنه العليا للانتخابات فيما يتعلق بالفصل في الطعن المقدم من حمدين صباحي الى اخره من النتائج على النتائج النهائيه اتفضل سعاده المستشار مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين حضرتك انا عضو الامانه اهلا بحضرتك بكل الالقاب يا ساعة المستشار أهلا النهارده الحمد لله يعني اللجنة مستمرة في فحص كل ما يتعلق باللجان العامة واللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعملية إحصائها. وفحص أي أخطاء سواء كانت وردت في تلك اللجان بصرف النظر عن تقدم عن تقديم طعون فيها من أي من المرشحين. ده بالنسبة للعمل العام اللي بتقوم به لجنة الانتخابات الرئاسية بصرف النظر عن الطعون. أما فيما يخص بالطعن المقدم من مم. السيد حمدين صباحي فقد حضر اليوم محاميه وسمعت اليه اللجنه الى اقواله واسانيده في في الطعن الذي تقدم به وقررت اللجنه حجز الطعن للحكم غدا ان شاء الله. طيب آه يعني فيما يتعلق باي شوائب بخصوص الطعون فيما عدا حمدين بخصوص الطعون في اللجان الخاصه اللجان الرئاسيه او فرعيه هل فيما بينها يعني بيشوب سير العملية الانتخابية أو يعني أصاب العملية الانتخابية بأي شيء أنت شفتوه أصابها بعدم النزاهة أو شفافية اللي اعترفت بها المنظمات الدولية وحتى المنظمات المجتمع المدني شاركت فيه لا الحمد لله العملية الانتخابية تمت على الوقت زي ما قلت لحضرتك ان لجنه الانتخابات الرئيسية بتراجع كل اللجان الفرعيه واللجان العامه في الجمهوريه وتراجع مساله الاحصاء والجامعة وتاخذ من صحه الاجراءات احنا النهارده انتهينا تقريبا من اكثر من 90% من من كل اللجان على مستوى الجمهوريه كل المسالك او كل العيوب اللي ظهرت من خلال كل هذا الاحصاء ظهرت حوالي تقريبا سبع ثمان لجان نتيجه اخطاء في الاعداد بعض في صندوق زاد ست اصوات في صندوق تاني في خلاف حوالين صوتين يعني اخطاء كلها ترجع لاخطاء ماديه وبالرغم من ذلك اللجنه حرصت على ان كل اللجان اللي كان فيه عدم انضباط في بالنسبه للمراجعه ان جبنا الصناديق نفسها جبنا اللجان نفسها وجبنا البطاقات وقعدنا فرزها النهارده على مدى اليوم مم. وتاكدنا من صحه الاجراءات فيها ده إيه يعني بما يقطع بنزاهه وشفافيه العمليه الانتخابيه ده زي ما قلت لحضرتك برضه دون تقديم طعام في تلك اللجنه طيب بعد الغد يعني بالنسبه سيتم الـ 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 يعني الانتهاء من الطعن الخاص بالسيد حمدين صباحي ايه الجدول بعد كده سياده المستشار لا هو غدا يعني حضرتك تبخل لنص القانون اللجنه بتفصل في الطعن في اليومين التاليين لتقديمه فهو تقدم بالطعن امس حضر النهارده غدا ان شاء الله اللجنه سوف تبت فيه بعد كده ان شاء الله سوف يتم اعلان النتيجه ما بين يوم الثلاثاء او الاربعاء بين يوم الثلاثاء او الاربعاء وبالتالي يعني يوم الثلاثاء او الاربعاء يوم نعم. الثلاثاء يوم الثلاثاء او الاربعاء يعني بنتكلم في يوم يا 3 يونيو او اربعة يونيو نعم 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 طيب طيب هل هل يعني ده الامر مرجح ولا بشكل نهائي يا سياده المستشار يعني ترجيحا ولا بشكل بشكل نهائي بشكل نهائي طيب لا ان شاء الله ان شاء الله يكون بين هذين اليومين وبشكل نهائي ان شاء الله طيب أه هل في رساله أه يعني أه لان اصاب البعض انطباع انه الامور شبه محسومه فبالتالي اضافه يوم ثالث هل تاخر في عمليه الجدول بالنسبه للجنه العليا للانتخابات ولا لم يؤخر يعني زياده يوم ثالث لم يؤخر في سير الجدول اللي كان موضوع بالنسبه للفصل في الطاعون بالنسبه للنتيجه الى اخره. لا اللجنه التزمت بالجدول الزمني الذي سبق ان وضعته واللجنه الجدول الزمني ده المواعيد الوارده به هي مواعيد طبقا لاعمال حكم القانون هو اللي فرق بس ان احنا لما مدينا يوم زياده في التصويت فصدر قرار من اللجنه تم نشره في الجريده الرسميه بتعديل معاد الطعام اصبح اليوم التالي لليوم الثالث وبناء عليه المواعيد الفصل فيه زادت يعني اصبحت في اليومين التاليين يعني كل المواعيد اتحركت يوم ولكن في اطار الميعاد المحدد لاعلان النتيجه يعني احنا قلنا من الجدول الزمني من يوم اعداد الجدل الزمني اللي سوء اعلان النتيجه سوف تكون في موعد اقصاه 5 يونيو م. فاحنا لم نحقق هذا الموعد بل ان احنا ان شاء الله يعني هنعلنه قبل هذا اليوم نظرا لارتباط هذا اليوم بذكرى لما بالنسبه للمصريين طيب أنا بشكرك جزيلا سيادة المستشار وضيوفي هنا في, في الاستوديو دكتور عمار استاذ جمال وأستاذ حسام الخولي شكرا جزيلا سيادة المستشار طارق شبل ويعني أنا عارف طبعا هم سهرانين وفي اجتماعات مستمرة والأمر حسم أود بس أن أكرره على السادة المشاهدين أن يوم الثلاث أو الأربع يعني يوم ثلاثة أو أربعة هيكون في الإعلان الرسمي الاعلان الرسمي من اللجنه العليا للانتخابات اللي هي مشغوله بحاجتين مشغوله بفض اه الطعن ويتم الحسم فيه بكره بالسيد حمدين صباحي وايضا بالنسبه للمخالفات اللي كانت في اللجان الرئيسيه واللجان الفرعيه اللي انتهى انتهت اللجنه من عمل 90% زي ما قال لنا سياده المستشار طارق شبل 90% من عدد هذا اللجان هل في تعليق حابين نسمعه على ال هو يعني اكد اللي احنا كنا بنقوله أه انه اللجنه المفروض وانه بس للمعلومه ان ترحيل أه يوم في في عمليه تصويت اضافه يوم زائد رحل كل الامور يوم واحد يوم, واحد بس طيب يوم صحيح واحد. لكن لكن الاعلان هيكون تمام. طيب. آه يعني هو اه سياده المستشار آه يعني اكد اللي احنا قلناه في البدايه انه اللجنه بتعمل وفق مقتضى النصوص الوارده في قانون مباشره الحقوق السياسيه وقانون م. انتخابات الرئاسه وانه آه يعني هي غير معنيه على الاطلاق بان بال... ب... بالانطباع بانه النتيجه محسومه او غير محسومه. م. اللجان الفرعيه واللجان العامه اللي بعتت كشوف من كل الجمهوريه لابد ان تراجع م. كشف كشف وتعتمد من اللجنه وتاخد وقتها طيب قبل لان فضلي يعني مش فضلي كتير بس لازم في نقطه مهمه جدا حسام بي لازم يكلمني عنها فيها وهي سياده مشير مش عامل حزب سياسي يعني دي كلمه كانت واضحه وولات في اكثر من وسيله عالميه الامور دي بالنسبه للعمل على الارض بالنسبه للتيارات دينية وبالنسبه للاحزاب شايفها ازاي في تركيبه البرلمان اللي جاي؟ آه ست مشير قال آه مش هيعمل حزب وده فعلا اللي مطلوب احنا عاوزين رئيس لكل المصريين ده اللي كنا بنطالب بيه من زمان م قوي م يقابل كده مفروض يبقى عندنا برلمان او مجلس نواب قوي مكون من الاصل بتاعه احزاب اربع خمس احزاب قويه هذه الاحزاب تعمل ائتلافات وتتداول مم. السلطه يبقى في احزاب بتحكم وعندك احزاب معارضه والا مم. والا هيطلع لنا مجلس شعب مفتت فردي اللي هيحصل بيه هيبقى اسهل قوي للرئيس في الاول لان هو اللي هيشكل حكومه هو اللي رئيس الوزراء هو اللي الوزراء <applause> ولكن هيبقى فيها مشكله بعد كده وبعد كده انا بتكلم على خمس ست اشهر ان هيبتدي الرئيس يتحمل كل حاجه في البلد وهنا بتكلم كل حاجه يعني هيتحول ان كل خطوره ده ايه خطوره ده ايه لا خطوره ده ان احنا عندنا اللي رئيس اللي هيتعامل ايه في الاخوه صح <applause> انت تعرف خطوره ده بالضبط بالضبط يعني هي <applause> قصه مش مش بس مش بالبساطه والسلاسه اللي الناس متخيله الناس بتبقى واحنا منهم مم. عاوزين الحاجه بسرعه وعاوزين حاجه سليمه ومش عاوزين بقى معارضه دلوقتي ولا حد يتكلم أه. أه. يعني خلونا ننجز ده الصح بس انا وانا ببص النظام في بلدي مش بعد ثوره 25 يناير بس نظام في بلدي زي اي بلد في العالم مم. بتطمح للتطور ببص ان انا عندي رئيس محبوب حاليا هيقعد اربع سنين في الاخر ثمان سنين اخره ثمان سنين حسب الدستور حسب الدستور أه. وبالتالي في هذه الفترة لازم يبقى عندي مصد، مصد من أحزاب قوية. ننشئ هذه ال... مش ننشئ، نقوي هذه الأحزاب، الأحزاب م. ضعيفة فلازم تقوى بهذا م. المناخ هي اللي تصد حاجة اسمها الإخوان بعد أربعة وبعد ثمانية وبعد 8. زي ما الوفد كان عامل قبل الثورة. ده الوضع ما هو كان فيه إخوان وكان فيه حسن بنا وكان إخوان م. وكان تنظيم قوي جدا ولكن ما كانش ليه بيسد مع الوفد، لأن كانت حياة طبيعية. واحزاب طبيعيه قويه في مناخ قوي سياسي ليه كان م. المناخ كان م. قوي سياسي لان حضرتك كنت بتدخل حزب وبعدين هتبقى في م. السلطه والحزب الثاني هيبقى في المعارضه م. الكلام تنتهى في 60 سنه م. وبالتالي لازم مجلس النواب القادم نبص له نظره واحنا بنبني مصر مش هقول لي 20 سنه و50 طيب. سنه لا نبص له حتى واحنا بنبني مصر لاربع سنين وثمان سنين طيب ما فيش وقت معايا هسمع تعليق اخير بس من حضراتكم لانه يعني إذا كان, اذا كان في عمل فيكون عمل بين الرئيس وبين الشعب الشعب يراهن على رئيس المشير والمشير يراهن على الشعب ده المفروض يبقى عمل بين الرئيس ومؤسسات ودس الدولة ودس والشعب. ودس والشعب يعني, يعني, لن يعني لن نجيب ازاي على الموضوع ده اولا يعني, أبدا يعني, جمال. يعني الخوف كله او القلق اللي عند قطاع مش قليل من الناس انه يحصل تجاوز للمؤسسات ويحصل نوع من التركيز الثقل للسلطه واتخاذ القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات حوالين الرئاسه بس وجوه الرئاسه حوالين الرئيس والمؤسسات تضمر بما فيها الاحزاب الاحزاب جزء من هذه المؤسسات اللي احنا دائرة مش ولا مسألة زي ما قال الدكتور عمار <تصفيق> <تصفيق> فاحنا <تصفيق> احنا يعني يعني نتصور انه الناس بس حتى المتحمسين قوي للمشير السيسي يدوا له فرصه ان هو ما يتحطش في هذه الدايره الضيقه وانه أه. يتحول مع الوقت زي ما الاستاذ حسام قال كده ان هو شايل كل حاجه على كتفه. صح ده مش ده طيب. مش ده لا في مصلحته هو دكتور شخصيا دكتور عمار. ولا في مصلحه البلد. في الدايره والمثلث يعني. لا يوجد لا يوجد حياه سياسيه طبيعيه بلا أه. تعدديه ولا يوجد حياه سياسيه سليمه بلا توازن بين السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه ولا يوجد حياه طبيعيه بلا حريات عامة، حريات التفكير والتعبير والتدبير، ولا يوجد سياسة بلا تكافؤ فرص بين المتنافسين، ولا يوجد احترام إلا لدولة القانون، ولا يوجد شرعية إلا لمن يحترم الدستور، دي مسائل ثابتة، فأي خروج على ده احنا نلاحظ يعني يجب أن نتعلم من تجارب الماضي، لأن ما يجري الآن بشأن قانون الانتخابات يقلقني حول أن طيب. هناك من لم يتعلم من تجارب الماضي. يا حسام بيه، اتفضل. باخد من كلام دكتور ان احنا حتى مش ما بنقراش تاريخ، احنا بنقراش تاريخ سنه واربع سنين. <applause> <applause> يعني هو يعني زي ما قال يعني... دكتور عمار، دايره هتلف مثلث معروف اطرافه، آه. يعني معروف حدوده. آه. ما احنا لو ما خدناش عبره. اللي من سنه حصل ايه واللي من خمس سنين تبقى تبقى مشكله كبيره قوي احنا ما بنقراش تاريخنا القديم اه بس لو لسه ما اتعلمناش من سنه ومن خمس سنين يعني ايه تركيز سلطه تركيز سلطه وما فيش انجاز لان احنا ما حدش معاه عصا سحريه هو المشير هيعمل ايه في الاقتصاد في في شهر وشهرين وثلاثه واربعه احنا اقتصاد بشع بشع خدناه من الحزب الوطني ومن 30 40 سنه موجوده فساد وكده فلازم تبقى في مؤسسات تشيل مع المشير والا لو كان هو لوحده هيبقى عبء كبير جدا والناس صعبه قوي ترضيها انا بتكلم على حتى صح. لو اديتها ايه دلوقتي ومش قادرة تصبر يعني لا. أنا بشكرك جزيلا دكتور عمار علي حسن الكاتب والبحث والروائي علم الاجتماع السياسي شكرا جزيلا فندم ونورتنا أستاذ جمال غطاس الكاتب الصحفي مدير تحرير بوابة البطن شكرا جزيلا يا فندم نورتي ونورتني آه بالطبع طبعا حسام بيلخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد شكرا جزيلا لحضورك شكرا مش هنسمع لك تتأخر المرة الجاية لا والله شكرا جزيلا <applause> شكرا لحضراتكم على المتابعة تصبحون على ألف خير